اهلا وسهلا. والاخبار الرياضيه مع محمد فضل الله. صباح الخير يا محمد. صباح الخير استاذ نجوى. تحيه ليك وتحيه للاستاذ القناة النيل الازرق والزملاء الازفرق العمل الجديد في الساحه الرياضيه. نعم الدوري الممتاز امبارح كان فيه اسبوع ساخن جدا، عدد من المباريات المهمه اللي تابعناها من خلال عصر ومساء الامس في الملاعب المختلفه. نعم. التحرير، الخرطوم، جبل اولياء وملعب المدينة الرياضية بكوبري. في نمشي نبدأ بجبل أولياء. العصر كان في لقاء ساخن جدا بين المريخ وود نوباوي. هذا اللقاء انتهى لصالح فريق المريخ بهدف وحيد سجله اللاعب باتريك الكامروني. وبرضه مساء كان في مباراة هناك برضه ساخنة جدا في يعني مباريات العصر، يمكن اللي كانت برضو تعبت بين عصر الديربيات. الخرطوم الوطني تعادل مع أهل الخرطوم بدون أهداف، وهلال الساحل برضو تعادل مع خير عرب بدون أهداف، ولام العطبرة برضو يمكن خسر مباراته أمام هلال الربيض بهدف، والشرطة الجبارف برضو خسر مباراته أمام هلال الفاتح يمكن الشرطه الجبارف تفوق على هلال الفاكر بهدفين بهدف، والهلال العاصمي فاز على الاهلي مروي بهدفين بهدف، وتوتي الخرطوم واهلي شندي دي تاجلت لليله لانه نزلت لانقطاع التيار الكهربائي، وبرضه حي الوادي نيالي يمكن فاز بهدف على كوبر البحراوي. ودي مباريات الامس كلها. بعد ذلك يعني يمكن تحولت المباراة التوتي وأهل شندة حتى السيدة الليلة بالعصر في استاد كوبر. كده الهلال يكون ممسك بالصدارة ب 48 نقطة والمريخ ب 42 نقطة في المركز الثاني للمنافسة المقدمة اللي وصلت الأسبوع الثالث. وبرضه فرق في المراكز الأخيرة ما زالت برضو هي في مراكزها. حي الوادي نيالا ب 17 نقطة، والخرطوم الوطني عمل 3 نقطة بعد تعادل الأمس. الفرقة في الوسط برضو تقدمت شوية كده، وبعد ذاك رجعت ثاني من جديد عشان ما يعني تحاول تمشي لقدام من المنافسة. برضو يمكن امبارح في كانت التصفيات الأوروبية الساخنة جدا في التصفيات آسيا، بكلها كانت مباريات بالامس. يمكن لعبت فيها الفرق برضه بالدوري الامم الاوروبي. ارمينيا يمكن خسرت مباراه امس في فنلندا 4-1، مولدونا فازت 2-1 على اندورا. اوكرانيا تعادلت بهدف مع ايرلندا. المجر فازت 4-0 على انجلترا، برضه واحده من المفاجات الكبيره جدا. المانيا فازت 5-2 على ايطاليا، و البوسنة فاز 3-2 على فنلندا. الجبل الأسود فاز 3-0 على رومانيا. لوكسمبورغ تعادل بهدفين لكل مع جوزو الفارو. ليتوانيا خسر مباراة أمام تركيا بهدفين دون مغادر. لينشتاين خسر على ملعبه 0-2 أمام لاتفيا. وهولندا انتهت بصالح هولندا 3-2، وبولندا خسر أمام بلجيكا بهدف وحيد. برضه في مباريات كانت دولية ودية، تحسين 18 سنة يمكن كوريا الجنوبية فازت 3-2 على النرويج، وبرضه يمكن كوريا الجنوبية المنتخب الكبير فاز على المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف. مباراة ودية أزادية. البرتغال تحت 18 سنة فاز 5-1 على التشيك. تصفيات آسيا كانت فيها مباريات برضه يمكن لا تقل أهمية وسخونة في الأداء من خلال المباريات، وكانت قوية جدا. يمكن المنتخب الفلسطيني فاز 4-0 على الفلبين. منغوليا فاز 2-0 على اليمن، ويمكن من اهم المباريات برضه البحرين على تركمانستان فاز عليها بهدف، وسنغافوره 6-2 على مانيمار، وافغانستان تعادل بهدفين لكل مع كمبوديا. سريلانكا خسر امام نيجر المالديف بهدف، والمنتخب الهندي فاز 4-0 على هونغ كونغ، وتايلاند خسر مباراه امام اوزبكستان، والاردن فاز 3-0 على الكويت، واخيرا اندونيسيا فاز 7-0 على النظام. نعم. حصيلة اليوم استاذ نجيب، نحييكم. شكرا محمد.